بص، هو في لعيبة كتير ظهرت فجأة بأداءات خيالية، وهوب فجأة على نفس نسق الظهور يكون الاختفاء. والحقيقة بقى إن أسباب الاختفاء دي بتكون كتيرة جدا، ولكن على رأسهم بقى هو عدم الالتزام. والحقيقة بقى إن إحنا لو قلنا إن أندريا شورلي كان من اللعيبة الغير ملتزمة فهنكون ظلمناه بكل المقاييس، لأنه ببساطة كده كان لاعب ملتزم لدرجة إنه ما بيألفش وبيعمل اللي يقدر عليه فقط. ودي بقى نوعية بتحبها المدربين جدا، لأنها بتسهل على المدرب حتة الثقة في الإضافة اللي هيقدمها اللاعب في وقت احتياج الفريق ليه. وطبعا بعد الكلام ده يطلع مش ابيض اللي واقف هناك ده يقول لي انت قصدك ان شورلي كان لاعب عادي يعني؟ فانا بقى اقول لك ان لا يجرؤ واحد من متابعين كرة القدم يقول على شورلي انه لاعب عادي، لانه الحقيقة كان لاعب تكتيكي وذكي وسريع جدا في الهجمات المرتدة. وكل ده بقى كوم وتسجيله الاهداف من خارج ال 18 ده كوم تاني. وعشان يكون واخد حقه، لك ان تتخيل انك تكون عامل هجمة مرتدة بتجري فيها متوسط 60 متر باقصى سرعة ليك، وهوب بتنتهي الهجمة بتسديدة فيها القوة والدقة بالشكل ده. اه، عشان ده بقى شورلي ما كانش ينفع يكون لاعب عادي، ولكن عشان زيادة الدقة خلينا نبدأ قصته بيها نحدد ان هو فعلا كان لاعب مختلف او هو مجرد لاعب عادي. شورلي كان مواليد المانيا سنة 90، بدايته بقى كانت في ناشئ نادي لودفيز كوفا، نادي المدينة اللي كان عايش فيها سنة 96، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد سنة 2006، السنة اللي فيها كشافين نادي ماينز قدروا يتواصلوا مع النادي لضم شورلي لناشئين نادي ماينز، وفعلا تم انضمامه واستمر في الناشئين لحد سنة 2009، السنة اللي فيها النادي قرر تصعيده للفريق الأول نتيجة لأدائه مع السكند تيم، الأداء اللي بيه كان واحد من أهم أسباب فوز الفريق بالدوري تحت 19 سنة بقيادة المدرب الصاعد ساعتها توماس توخيل. وفعلا يتم تصعيده للفريق الاول عشان يكون موسم 2009 يكون الاول لهم على الفريق الاول، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 34 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في 5 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 5 اهداف ويصنع 3. وطبعا لما اقول لك ان الارقام دي للاعب لا يتجاوز ال 20 سنه، زائد انه كان بيلعب في فريق لسه صاعد للبوندس ليجا الموسم الماضي، فاكيد ده هيكون شيء كويس. ولكن الافضل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 34 مباراه، ولكن المره دي سجل 15 هدف وصنع 5، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب وصول النادي اللي كان بيلعب في الدرجه الثانيه من سنتين بانه يوصل للمركز الخامس في الدوري. وطبعا بقى ده انجاز كبير جدا. والحقيقه بقى ان كل اللي قلناه ده كان سبب كافي لعرض باير ليفركوزن اللي كان بما يقرب من 14 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب ال 20 عام، وفعلا تتم الصفقه وموسم 2011 2012 يكون الاول لهم مع ليفركوزن، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 40 مباراه سجل فيهم 9 اهداف وصنع 6، واللي بيهم كان واحد من اهم اسباب وصول ليفركوزن للمركز الخامس في الدوري. ومع نهايه الموسم تجيله صدع للمنتخب في يورو 2012، البطوله اللي فيها شورلي شارك قليل جدا لدرجه انه لحد سيمي فاينال البطوله يكون مشارك في اقل من 95 دقيقة، وبالتالي ما يكونش ليه دور في وصول ألمانيا لمواجهة إيطاليا في قبل النهائي في المباراة اللي انتهت بثنائية بالوتيلي الشهيرة. ولكن بقى بغض النظر عن مشاركات شورلي اللي كانت قليلة جدا، فوجوده أساسا مع المنتخب الألماني في بطولة كبيرة زي اليورو ده إنجاز كبير، وخصوصا إنه كان واحد من أصغر لاعيبة المنتخب. ما علينا، المهم بعدها شورلي يبدأ الموسم الجديد مع ليفركوزن بالمشاركة في 43 مباراة ويسجل 14 هدف ويصنع 10. ولكن بغض النظر عن الأرقام بقى، فأداء شورلي في الموسم ده كان قوي جدا، والنتيجة للكلام ده هو عرض ب 24 مليون يورو من نادي تشيلسي بناء على إصرار مورينيو على انضمام شورلي، وفعلا تتم الصفقه موسم 2013 2014 يكون الاول لهم على البلوز، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 43 مباراه، وعلى الرغم من انه اغلب المباريات كان بديل بالاضافه انه كان بيلعب في 4 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 9 اهداف ويصنع 3. وشورلي ساعتها يبدا الموسم بصناعه هدف توريس ضد بايرن ميونخ في مباراه السوبر الاوروبي، المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن ساعتها ضيع لوكاكو ركلته يهدي البطوله للبافاري. واكمالا بقى تشيلسي ينهي الموسم في المركز الثالث في الدوري بفارق 4 نقاط عن السيتي البطل. ولكن طبعا ده ما ينسيناش اهم لقطه له في الموسم مع تشيلسي، وهو تسجيل وهاتريك في ديربي غرب لندن ضد فولهام، وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى فهو استدعائه للمنتخب في كاس العالم 2014، البطوله اللي فيها العالم كله اتعرف على موهبه شورلي، كونه كان البديل السحري في البطوله. لا يا عم مش ده، خلينا في ده اللي في المباراه الافتتاحيه نزل بديل مكان اوزيل، وبعد نزوله بدقايق صنع هدف لمولر، عشان بعدها استمر المنتخب الالماني لمواجهه الجزائر في دور 16 في المباراه اللي كانت واحده من افضل اداءات العرب في كاس العالم ان لم تكن افضلهم. مع ان المهم استمر التعادل في المباراه لحد الوصول للاكسترا تايم، ومع الدقيقه الثانيه يجي شورلي البديل يسجل هدف من اجمل اهدافه طول مسيرته. وطبعا بعدها اوزيل ياكد، لا ومش بس كده، حتى بعدها في فضيحه البرازيل في قبل النهائي المباراه اللي فيها المنتخب الالماني فاز ب7-1 على البرازيل في ارضه، برضه شورلي كان نزل فيها مكان كلوزا وسجل هدفين، عشان بعدها بقى يصعد المنتخب الالماني لمواجهه الارجنتين في النهائي اللي كان صعب جدا واستمر فيه التعادل لحد الدخول الاكسترا تايم، وتحديدا في الدقيقه 113 لما شورلي البديل بمهاره فرديه يقدر يعمل الانطلاقه، وبعدها العرضيه تروح لجوتزا البديل الثاني اللي استلم وبوم هدف الفوز في الوقت القاتل،
واللي بيه يتوج الألمان بكأس العالم لأول مرة من سنة 90، يعني 24 سنة قضاها الألمان ما بين النهائيات وقبل النهائيات لحد ما أخيرا يفوز بالبطولة عن جدارة واستحقاق. عشان بقى بعد العظمة دي شورلي يبدأ الموسم الجديد بأداء أقل من الأول، وده اللي خلى تشيلسي يوافق على عرض فولفسبورج اللي كان بما يقرب من 32 مليون يورو، وفعلا يتم انضمامه ويقضي معاهم الدور الثاني عشان يكون شارك في 44 مباراة ما بين الفرقتين، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 3. ولكن من حسن الحظ انه مش بس يكون واحد من اسباب فوز فولفسبورج بكاس المانيا لاول مره في تاريخ النادي، لا ده كمان مع نهايه الموسم تشيلسي يفوز بثنائيه الدوري وكاس الرابطه، ويفوجئ شورلي من مورينيو بان اسمه موجود مع المتوجين، واللي بيها يكتمل الموسم الاعظم في مسيره شورلي مع الانديه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 41 مباراه سجل فيهم 12 هدف وصنع 7، وساعتها فولفسبورج يبدا الموسم بمواجهه بايرن ميونخ في السوبر المحلي في المباراه اللي اتكلمنا عنها بشكل ادق في حلقه بنتنر هتلاقيها في القناه. ما علينا، المهم المضمون ان استمر التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن ساعتها ضياع تشافي الونسو ركلته يكون سبب في تتويج فولفسبورج بالسوبر المحلي لاول مره في تاريخه. ولكن لو اتكلمنا عن تشورلي في الموسم ده، فعلى الرغم من انه اداؤه كان قليل جدا الا ان تجيله سيد على المنتخب في يورو 2016، البطوله اللي فيها شورلي شارك في اجمالي 70 دقيقه فقط تقريبا، وال 70 دقيقه دول كان عباره عن انه كان بديل في مباريات المجموعات، فبالتالي ما يكونش ليه دور في وصول المنتخب لمواجهه فرنسا في سيمي فاينال البطوله في المباراه اللي ثنائيه جريزمان فيها تقضي على امال الالمان في الصعود للنهائي. ولكن الغريب بقى ان مع نهايه الموسم يجي لتشورلي عرض من بروسيا دورتموند، والغريب بقى في القصه دي ان العرض كان ب 30 مليون يورو، والحقيقه بقى ان مستوى شورلي كان اقل بكتير من الرقم ده. ما علينا، المهم تتم الصفقه موسم 2016 2017 يكون الاول له مع دورتموند، الموسم اللي فيه شورلي شارك في 25 مباراه سجل فيهم 5 اهداف وصنع 4، وقلت الارقام دي كان بسبب اصاباته اللي كانت كتير، وعلى راسهم كان التواء الركبه بالاضافه لاصابه العرقوب اللي بسببها غاب تقريبا 3 شهور ونص عن الملاعب، وحتى فوز دورتموند بكاس المانيا ما يكونش ليه دور فيه. وعلى نفس الخطه بقى شورلي يبدا الموسم الجديد متاخر بسبب الاصابات اللي كانت برضه سبب في غيابه شهرين ونص، والنتيجه بقى انه ما شاركش في الموسم الجديد غير في 26 مباراه يسجل فيهم 3 اهداف ويصنع 6. والنتيجه للكلام ده هي موافقه دورتموند على طلب اعارته من فولهام، وفعلا شورلي يقضي موسم 2018 2019 مع فولهام بالمشاركه في 25 مباراه ويسجل 6 اهداف، وساعتها يكون واحد من اهم اسباب هبوط فولهام للشامبيونشيب، وبعدها يستغل بند قطع الاعاره في حاله هبوط النادي، وفعلا بعد قطع الاعاره يطلع اعاره ثانيه من دورتموند لسبارتاك موسكو ويقضي معاهم موسم 2019 2020 بالمشاركه في 18 مباراه ويسجل هدفين ويصنع 4. ومع نهايه الاعاره يقرر انهاء عقده مع دورتموند بالتراضي، وفجأة يقرر الاعتزال بعد ما وصل ل 29 سنة. ولما بعدها اتسأل عن السبب قال انه على الرغم من كل الاموال اللي حصل عليها من كرة القدم الا انه كان بيشعر بالوحدة، وزائد ان قرار الاعتزال ده كان عنده بقاله فترة طويلة واخد وقت عشان يفصح عنه. والحقيقة بقى ان فعلا في ناس كتير بتنزعج من ضغوطات كرة القدم، بالاضافة لشعور الوحدة اللي بيتولد مع ظروف الحياة العملية واللي بيها اللاعب بيكون بين اختيارين، اما يكون مع اقرب الناس ليه او انه يكون متوجه للنجاح في الحياة العملية. وده بقى اللي خلى شورلي يكون عاطفي شوية باختياره الجانب الاهم من وجهة نظري. ولكن طبعا ده كله ما ينفعش ينسينا ارقامه اللي تتمثل في المشاركه في 420 مباراه، سجل فيهم 110 هدف وصنع 51، وفاز فيهم بالدوري الانجليزي وكاس الرابطه مع تشيلسي، وكمان فاز مع فولفسبورج بثنائيه الكاس والسوبر المحلي، وطبعا ده غير فوزه بكاس المانيا مع دورتموند بالاضافه للدوري الالماني تحت 19 سنه، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي تتمثل في المشاركه في 57 مباراه، سجل فيهم 22 هدف وصنع 7، وفاز معاهم باهم لقب في كره القدم وهو كاس العالم 2014. وبس يا سيدي، بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.